كتير ككل لاعبات النهارده على المباراه المميزه دي، حابه تقولي ايه النهارده بعد الفوز المميز ده؟ حابه طبعا اقول الحمد لله لكل مجتهد النصيب، يعني ده نتاج تعبنا طول الموسم. احنا مفيش فرقه اتمرنت اللي احنا اتمرناه طول الموسم ده خالص، ولا شافت فتره الاعداد اللي احنا عملناها، فده طبيعي، ده نتيجه كل اللي احنا عملناه الحمد لله. انت حطيت الجون الاخير، كنت حاسه ان انت هتحطي الجون الاخير ده في اخر ثواني، وكان عندك الاصرار ده ولا لا؟ انا كنت حاسه، ايوه يعني انا كنت حاسه لما مش عارفه. قولي لي، طب تاثير الجمهور ووجوده النهارده ده كان ليه دفع كبير جدا جدا ان الجيم يوصل بالمنظر ده وتفضلوا بالمستوى المميز ده لاخر ثانيه؟ طبعا احنا الجمهور هو اللي كسب النهارده مش احنا، يعني الفوز ده كله يرجع للجمهور والله العظيم، يعني الله يبارك في حضرتك. بنبارك من جديد يا كابتن عيسى لكل طبعا